اليوم في مدينة 16 نأخذ شكل نضالي في إطار تنسيق وحدوي، تنسيق ثلاثي، التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس والعطر الخدام، التنسيق الوطني والتنسيقية الوطنية للتعليم الثانوي التأهيلي، من أجل أننا نندد ببعض الممارسات وبعض التضييقات التي تعرض لها أساتذة ثانوية العباد وبعض المؤسسات الأخرى من أجل التضييق على النضالات ديالهم ومن أجل تنييهم عن الخوض وتسيير المحطات النضالية. كذلك أننا اليوم نأخذ هذا الشكل النضالي اللي هو عبارة عن وقفة وعن مسيرة سوف تجوب شوارع مدينة 16 من أجل أننا نوجه رسائلنا، هو أننا ملف اليوم الأساتذة مازال للأسف مازال أنه ما كاينش مستجدات، ما كيحتاجش مستجدات في الملف ديال الشغيله التعليميه، بالاضافه كذلك لنقول لهم على اننا نرفض مخرجات الاتفاق 10 ديسمبر اللي كان ما بين القجاع وما بين النقابات، وكذلك اننا نوجه رسالتنا اننا ماضون في نضالنا وصامدون حتى تتحقق المطالب ديالنا، المطالب العادله والمشروعه. ومن المنبر ديالكم انني كنقول لهم على ان اليوم الدوله تسوق للزياده في الاجر الاساسي، لا ما خرجوش على الزياده في الاجر كمطلب اساسي، ولكن المطلب الاساسي اللي عندنا هو اسقاط النظام الاساسي اللي هو اللي خرجنا عليه وكانت البدايه ديال المعركه ديالنا 5 اكتوبر. اذا اليوم الزياده في الاجور هو مطلب كان وغادي يبقى، لانه دائما انني تنقولها تتطلبه الوضعيه الاقتصاديه في بلادنا والزياده في الاسعار، ولكن عندنا احنا مطلب اساسي اللي هو اسقاط النظام الاساسي المشؤوم وكذلك ادماج الاساتذه وعطر الدعم الذين فرض عليه التعاقد. اذا نحن اليوم في الشارع مازال ناخذ اضرابات ديالنا انه حتى تتم الاستجابه للمطالب ديالنا اللي عادله ومشروعه، وكذلك نوجه رساله للحكومه ووزير الماليه ووزير القطاع على انه من يمثل اليوم الاساتذه والشغيل التعليمي هم التنسيقيات المناضله داخل ساحه المعركه وليست النقابات. واش طالعوا علاش بالضبط اليوم تم اختيار المدرسه ديال انا التلاميس بن عباد؟ راه قلت لك في الاول على اليوم الاساتذه التلاميس بن عباد انهم يتعرضون للتضييق ويتعرضون للابتزاز من اجل انهم يتم تنييهم على تسديد المحطات النضاليه بسبب واحد الفيديو اللي هو حق مشروع. اليوم الدوله كتبنا مجموعه من المقاربات، الاستاذ اللي مرسم والاستاذ اللي في المؤسسه ديالو ما عندوش الحق يصور وما عندوش الحق انه ياخذ يوقف في ساحه المؤسسه ديالو، ولكن بالنسبه للاوراش والجمعيات ديال تربيه المواشي اللي جاو يديروا الدعم لوليدات المغاربه عطاوهم الحق باش يصوروا التلميذات بدون زعما اخذ الاذن من الاباء والاولياء ديالو. ولكن اليوم هذا احنا ولفناه في النضالات ديالنا انه دائما يتم التضييق على الاساتذه ويتم التهديد ديالهم، ولكن نحن صامدون مرابطون وحتى حاجه ما كتخوفنا لا تهديدات لا تضييقات، اكثر ما يخوفنا هو انك يجي شي مسؤول في مكان النوع ديالو ويعفط على الكرامه ديال الاستاذ. اليوم حنا في الشارع من اجل الكرامه، من اجل اسقاط النظام المشؤوم، النظام الاساسي المشؤوم، من اجل ادماج الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، ومن اجل زياده في الاجور، زياده معقوله، وكذلك تسويه جميع الملفات العالقه. استاذ البارح قالت لي واحد البلاغ ديالكم توصلت به، كيعني كاين غتكون واحد المسيره. بطبيعه الحال حنا اليوم الوقفه ومسيره، المسيره غتكون انطلاقه ديالها من امام تلاميذ بن عباد في اطار التضامن ديالنا مع الاخوان ديالنا بثانويه بن عباد، وغادي نختموها ان شاء الله في المديريه، لانه هذه مخرجات ديال البيانات الوطنيه ديال التنسيقيات المناضله في ساحه المعركه. شكرا لك. 20 عضو مجلس وطني تنسيقيه وطنيه للتعليم الثانوي. نحن هنا اليوم تجسيدا للبرنامج النظامي بشكل وحدوي من خلال التنسيق الميداني الوحدوي مع باقي الاطارات المناضله، وايضا من اجل تضامن مع اخواننا في ثانويه بن عباد وفي ثانويه عباد التاهيليه وفي وايضا اخواننا في ثانويه الفاروق عمر بن الخطاب بكداد الذين منس عليهم بعض الضغوطات من اجل التخلي عن تجسيد البرامج النظاميه. نحن هنا لكي نقول
نحن لن نعود الى حجرات دراسيه الا بهمم عاليه وبكرامه مصونه. ولهذا فينا نوجه كلامنا للحكومه في شخص السيد عزيز حنوش، وايضا في شخص السيد وزير التنميه الوطنيه شكيب بن موسى، نقول لهم تحملوا مسؤوليتكم واتخذوا القرارات الصحيحه التي تضمن الانصاف للجميع. اتفاقات مثلما اتفاق اشراط جنبير وما قبله لن تجدي شيئا، وهي فقط تساهم في تمطيط الوقت وبشكل يضيع على ابنائنا الكثير والكثير من القصص في هدر صريح للزمن المدرسي. نحن هنا سنظل مناضلين صامدين الى ان تتخذ الحكومه قرارات عادله ومنصفه، اولها السحب التام للنظام الاساسي الجديد، وثانيها ادماج اخواننا اساتذه استاذات وطرق الدعم التربوي المفروض عليهم التعاقد، وثالثها زيادات في الاجور بشكل معقول تتناسب وحجم التضخم الذي وصل اليه اقتصاد البلاد وغلاء المعيشه. ثم بعد ذلك يمكن لنا ان نخصص لجنه فيها تمثيليه للناس الموجودين في الميدان وتجلس مع الحكومه وتناقش نظاما اساسيا جديدا يكون عادلا ومنصفا للجميع. اخيرا يفتني احيي الصحافه الوطنيه ذات المهمه العاليه التي تتابع القاصمه النضاليه، واحييهم تحيه عاليه. شكرا لكم.